احنا متخصصين في الملابس ديال الاطفال من الرضع حتى ل 16 سنه. بالنسبه لهذا الموسم هذا وهذه المناسبه نتاع العيد ديال الفطر ان شاء الله باذن الله، يعني بالنسبه للمعروضات اللي كاينين عندنا، كاين معروضات ديال السلعه نتاع على برا يعني ديال تركيا، وكاين معروضات ديال السلعه نتاع البلاد. بالنسبه للوفره الحمد لله يعني كاين شويه مقارنه مع السنوات اللي كانت من قبل، كاين واحد الارتباك في السوق بحكم التغير ديال الموسم بين الصيف وبين الشتاء، ولكن الحمد لله على العموم يعني الامور راه لحد الان راه غاديه مزيان. عندنا الملابس ديال البنات، ملابس ديال الدراري الصغار، ملابس ديال النساء بالنسبه للعبايه وبالنسبه لهادشي ديال العيد. الموجود يعني مقارنه مع السنوات الاخرين هذا العام كي قلت لك من قبل بان راه كاين واحد شويه ديال الارتباك فيما يخص الناس يعني بين الصيف وبين الشتاء، ان الناس كاين واحد التردد واش ياخذوا الصيف واش ياخذوا الشتاء بحكم ان كاين تقلبات في الجو، ولكن الحمد لله وحاولنا اننا نكونوا يعني نوفروا للناس الملابس اللي ممكن تخدم في الصيف وممكن تخدم في الشتاء. وبالنسبه للاثمنه اللي كاينه هذه السنه راه كاين يعني مقارنه مع السنوات يعني الا بغيتي الجوده راه كاين ثمنات مرتفعين يعني من المنبع نتاعهم من المصدر نتاعهم لا من السلعه نتاع تركيا، بان كاين اسعار الشحن يعني حتى هي ارتفعت. بالنسبه للماتيغ بروميير حتى هي السلعه نتاعها يعني الثمن نتاعها مرتفع. السلعه نتاعت البلاد كذلك حتى هي مزيود في الثمن نتاعها بحكم ان الاغلبيه ديال الماتيغ باش يخدموا تجي من على برا. الجوده يعني انت تتبدا من يعني على حسب الامكانيات ديال الناس، على حسب الطاقه الشرائيه نتاعت الانسان. ان كاين لبسه اللي ممكن يشري الانسان لبسه ب 100 درهم وكاينه لبسه ديال 600 درهم، يعني على حسب الطاقه الشرائيه ديال الانسان، يعني لا بالنسبه للسلعه نتاعت البلاد ولا بالنسبه للسلعه نتاعت تركيا. يعني الجوده تتختلف والسعر تيختلف على حسب الجوده. حاولنا اننا في لازاورد اننا نوفروا اننا نشدوا يعني نكونوا في الوسط، اننا نديروا يعني لا للانسان اللي ما في حالوش انه يشري، واللي بغى شي حاجه في الجوده يعني بغى شي حاجه جوده عاليه يلقى حتى هو يعني السلعه متوفره. رغم كاين كي تنقول دائما كاين واحد الاختلاف بين داك السنه والسنوات اللي من قبل بحكم ان كاين باقي الاثار ديال كورونا، باقي الاثار ديال واحد المجموعه ديال العوامل اللي مأثره على الناس، يعني حتى الغلاء دابا اللي كاين دابا مثلا في الغلاء ديال المعيشه والغلاء ديال كذا حتى هو مأثر على القوه الشرائيه ديال الناس. بالتالي يعني كاين شويه ديال الناس اللي كانت مثلا تاخذ اربعه لبسات خمسه لبسات وكذا، ولا تياخذ لبسه للوليد كلها كذا، وتيحاول ان الناس يكون في الوسط، يعني ما بقاش ذاك احنا بحكم واحد اللي قال التقارب ديالنا مع الزبائن تاعنا، يعني كان الناس اللي ما تيسولوش على الثمنات. دابا الانسان من الباب انه تيسول على الثمن ولا تيتحروا الناس على كذا السعر، لان كاين ارتفاع في السعر على مستوى العالمي، لان ملي تمشي لتركيا ولا اوروبا كاين السعر مرتفع، عاد سعر الدولار عاوتاني سعر الصرف، يعني كنا واحد الوقيته سعر الصرف كان ما تيتجاوزش 9 ديال الدراهم، دابا راه 10.60 10.70، بمعنى راه كاينه تقريبا 2 دراهم زياده في الصرف. عاد الشحن حتى هو راه كاين فيه كاين ارتفاع ديال سعر الشحن، عاد السعر ديال المهم كاين واحد المجموعه ديال العوامل اللي اثرت على الارتفاع ديال الاسعار.